has muted the conference. This line cannot be unmuted. فاطمة إلها علاقة بالفاب بلا مروة مو بالإف سي، إلها علاقة بالفاب مثل ما ذكرنا إنه مكان ارتباط الأنتيبادي مع الأنتيجين هو وين دا يصير؟ دا يصير بالإيدين المرفوعة الفوق بالأنتيجين بايندينج سايت. فإذا تسلسل الأحماض الأمينية بهذا الموقع اللي دا أشره هو اللي راح يحدد لي السبيسيفيسيتي مال الأنتيبادي. بس أرجع للسلايدات خاف أكون ناسية شيء. وهسه راح نجي نتطرق الى تايبز اوف انتيبادي اللي هو يسمى بالمونوكلونال انتيبادي. طبعا عندنا الانتيبادي قد يكون الى القدره انه يتعرف على نوع واحد من الانتيجينات، فبهذه الحاله ايش راح اسميه؟ راح اسميه بالمونوكلونال انتيبادي، يعني الى القدره انه يتعرف وان سبيسيفيك انتيجين. لكن في بعض الحالات قد تكون البوليكلونال انتيبادي يعني إلها القدرة إنه تتعرف على أكثر من انتيجينيك ديترمينانت أو الإبيتوب على الموجودة على سطح الانتيجين. زين، اللي حدد لنا طبعا إحنا عندنا 5 ايزوتايب أو 5 سب كلاس أوف إميونوجلوبيولين، اللي حتى لا تنسوها إحنا نسويها مختصر ماجد، اللي هي الـ IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. هذه الايزوتايبز اللي يحدد نوعها، يعني هي فيما لو كانت أو بمن تختلف واحد عن الآخر تختلف بالـ FC portion. يعني هسه اللي يحدد لنا الـ specificity مال الـ antibody هو الأمينو أسيد سيكونس اللي موجودة بالـ variable region، بالمنطقة المتغيرة. لكن اللي يحدد لنا نوع الاميونوجلوبيولين فيما لو كان جاما او ميو او الفا او دلتا او ابسيلون هو شنو؟ هو الامينو تيرمينال بورشن اوف ايتش هيفي تشين بارتيسيبيتد ان ذا انتيجين بايندينج سايت ذا اذر كاربوكسي تيرمينال فورم ذا اف سي فراجمنت ويتش هاف فيريوس بايولوجيكال اكتيفيتيز. اذا الاف سي بورشن هو اللي يحدد لنا types of immunoglobulin واللي هو في نفس الوقت يكون مسؤول عن الفاعلية البيولوجية. يعني قد يكون انه عندي اكثر من نوع او اكثر من isotypes of immunoglobulin لكن هي إلها القدرة ان تتعرف على نفس الانتيجين. ليش؟ لانه الـ variable region او مكان ارتباط الانتيجين binding site يكون متشابه، لكن الاختلاف هو يكون بالـ FC part. هذا الـ FC part يكون مختلف هو اللي يحدد لنا الـ types of immunoglobulin. قبل شوية ذكرت لكم بأنه هذه السلاسل البيبتيدية تكون مرتبطة عن طريق الـ disulfide bonds. زين، هذه الـ disulfide bonds وجدوا بأنه هذا الـ antibody لما نعاملوه بإنزيم معين اللي هو الـ papain، هذا البابين سبب قطع أو تحلل بالسلاسل البيبتيدية بحيث أنتجت جزئين أو وحدتين من الفاب، وحدتين من الفاب اللي هي الـ fragment of antigen binding بالإضافة إلى إنتاج وحدة من الـ FC اللي هي الـ fragment of crystallizable. ليش؟ لأنه هذا البابين الإنزيم عمل على تحليل السلاسل البيبتيدية وفصلها، ومن هنا عرفوا بأنه تركيبه هو يتكون من ذراعين اللي هي الفاب بالإضافة إلى ساق وحدة اللي هي الإف سي. طبعا عندي الجزء اللي يكون موجود بالطرف اللي سميته بالفاب أيضا شو يسمى؟ يسمى بالcomplementary determining region. complementary determining region الطرف مالته اللي راح يتعرف على الانتيجين، هذه المنطقة تسمى بالهايبر فاريبل ريجن، تسمى بالهايبر فاريبل ريجن. فإذا منطقة اللي تتعرف على الانتيجين والموجودة بالانتيبادي هي منين متكونة؟ متكونة من الهايبر فاريبل ريجن المن للهيفي تشين واللايت تشين. أرجع لكم على الصورة وأعيد الكلام. هنا
هذا الانتيبادي اللي ذكرنا بأنه الأزرق اللي هي الهيفي تشين والأحمر اللي هي اللايت تشين. فإذا الانتيجين بايندينج سايت منين دا يتكون؟ دا يتكون من الهايبر فاريبل ريجن، المنطقة المتغيرة المن بالهيفي تشين اند اللايت تشين. تمام. هسه نيجي على الكلاسز اوف اميونوجلوبولين واللي ذكرناها، قلنا حتى لا تنسوها سميها بالماجد ام اي جي اي دي. ناخذ الكلاس الاول اللي هو الاي جي جي. طبعا اكو ميزه معينه في كل نوع من الاميونوجلوبولين، المفروض اني هذه تحفظوها مثل ما قلت لكم شلون تحفظون السي دي 4 تتعرف على الكلاس 2 ويا البيبتايد، شلون قلت لكم انه السي دي 8 معني معناها سايتوتوكسيك سيلز، هذه ايضا لازم تعرفوها. هذا الاميونوجلوبولين اللي هو النوع الاول اللي هو الاي جي جي، اذا تشوفون الصوره ده يتميز بانه بي اكثر من سب كلاس اللي هي قد تكون اي جي جي 1 اي جي جي 2 وال 3 وال 4. بمن تختلف هذه؟ تختلف ب الهيفي تشين، هذه السلاسل الثقيلة اللي هي كانت هناك باللون الأزرق هنا باللون الأخضر، بالهيفي تشين عدد الدومين بالإضافة إلى عدد وموقع الدايسلفايد بوندز. ده تشوفون إنه هذا الساق مال الانتيبادي بالآي جي جي ده يختلف هنا عن هذا الموجود هنا. فإذا هذه ده تختلف بالكونستنت ريجن اللي هي عدد الدومين بالإضافة إلى العدد الدايسلفايد بونز. نشوف دور هذا الـ IgG. تتذكرون من أخذنا الـ complement fixation قلنا أكو عندي two types of immunoglobulin يكون لهم دور مهم جدا بالـ complement activation اللي هو يا نوع من الـ complement activation أقصد بـ A pathway. إذا تتذكرون كتبولي احنا كان عندنا الكلاسيكال والالترناتيف والمان نون بايندينج لكتين. ذكرنا بانه عندي اي جي جي والاي جي ام يكون لهم دور مهم بالكومبلمنت اكتيفيشن لاي كلاس؟ يا طلاب ذكرنا بانه الانتي بودي يكون له دور فقط بكلاس واحد مهم جدا اللي هو الكلاس 1 الكلاسيكال باث واي. وان عندي اميون كومبلكس ناتج من ارتباط الانتيجين والانتي بودي حتى يحفز لنا الكومبلمنت. فاذا الاي جي جي هو النوع من الاميونوجلوبولين اللي له دور بعمليه الاكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت. IgG is the predominant antibody in secondary immune response and constitute an important defense against bacteria and viruses. It rarely crosses the placenta and therefore is the most abundant immunoglobulin in newborn. It's also mediated opsonization of antigen through binding to antigen antibody complex to Fc receptor on macrophage and other cells. Zim. تذكرون طلاب خلال الفترة اللي صار بها الوباء مال كورونا اكو تيست يسووه للكورونا حتى يعرفون انه هذا الشخص كانت عنده اصابة قديمة او اصابة جديدة. احد عنده معلومة عن هذا التيست او شلون يعرفونه؟ انا اقول لكم يعرفونه من خلال انه عندنا نوعين من الاميونوجلوبولين اللي هو الاي جي ام والاي جي جي. في حالة الإصابة تتميز انه اول اميونوجلوبولين يبدي يظهر بالدم هو الاي جي ام. فاذا في حالة الاكيوت انفكشن معناها انه الاي جي ام هو اللي يصعد. زين، اما اذا كانت الاصابه تحولت او بقت فتره طويله فراح تتحول من الاكيوت تتحول الى كرونيك. فيا نوع من الانتي بودي يبدي يظهر؟ راح يبدي يظهر الاي جي جي. معناها انه وجود الاي جي جي يشير الى انه عندنا previous infection، اصابه سابقه، اصابه قديمه مو جديده. لكن اذا كان الاي جي ام هو اللي صاعد فبهذه الحاله راح يدل على انه الاصابه حديثه.
قلنا اللي يميز هذا الـ IgG بأنه هو الأنتيبادي الوحيد اللي تكون إلى القدرة أنه يعبر من خلال البلاسنتا من خلال المشيمة. فإذا دم الطفل يكون حاوي فقط على هذا النوع من الأنتيبادي اللي هو الـ IgG، لأنه بس هو مثل ما ذكرنا تكون إلى القدرة من المرور من خلال المشيمة. النوع الثاني من الانتيبادي او الايزوتايب اللي هو الاي جي ام. الاي جي ام ايضا ذكرنا بانه يكون له دور مهم بالكومبلمنت اكتيفيشن. هذا الاي جي ام يتميز بانه يكون بنتامير. شنو اقصد بنتامير؟ متكون من 5 وحدات، شكلها عاده يكون يشبه شكل الاي جي جي، لكن هو 5 وحدات تكون مرتبطه مع بعضها بالجي تشين. فبالتالي وزن الجزيئي راح يكون كبير جدا لانه متكون من ارتباط 5 وحدات مثل ما ذكرنا مربوطه بالجي تشين. بالاضافه الى ذلك ذكرنا بانه الاي جي ام هو موجود كريسبتر على سطح البي سيل، وبالاضافه الى ذلك انه اول انتي بودي يجي بالظهور بعد الاصابه. اذا evaluating the presence of serum IgM may be useful in the diagnosis of certain infectious disease. For example, IgM does not cross the placenta, and the presence of IgM antibody in the fetus of a newborn provide evidence of intrauterine infection. إذن قلنا بأنه الـ IgG هو الوحيد اللي إلى القدرة أنه يعبر خلال البلاسنتا عن طريق دم الأم، لكن إذا وجدوا بأنه الفيتس بي عنده IgM معناها بأنه هو صاير عنده intrauterine infection. فهسه مثل ما ذكرنا الـ IgG صفة مميزة أنه تكون إلى القدرة أنه يعبر من خلال البلاسنتا. الـ IgM هو أول أنتيبادي يبدي بالظهور وإلى دور بالكومبلمنت فيكسيشن. النوع الآخر من الإميونوغلوبيولين هو الـ IgA، واللي ذكرناه أيضاً من أخذنا الـ Innate Immune Response اللي قلنا هذا النوع من الأنتيبادي يكون موجود بالسكريشن. هذا يتميز بأنه يكون موجود بشكلين، يا أما يكون بشكل ثنائي وحدتين مرتبطة مع بعضها بالجي تشين مثل ما موجود بالصورة اللي أمامكم، فهذا يسمى بالدايمر. يسمى بالدايمر يعني شكل ثنائي، هذا يكون موجود بالسكريشن. أما بالبلد أو بالسيرم فإنه يكون موجود بشكل مونومير، يكون أحادي يعني وحدة واحدة فقط من الـ IgA. فإذا هذا الـ IgA، الـ IgA قلنا إنه it is the main immunoglobulin responsible for mucosal immunity and it is found in secretion بالموجود بالملك بالسلايفة بالtears and in other secretion of the respiratory, intestinal and genital tract. It's a protective mucous membrane from attack by bacteria and viruses. إذا وجوده بهذه الميوكوس secretion شي يسوي؟ إنه المايكرو أورجانيزم بس مجرد يدخل يريد يهاجم الهيومن بودي راح يرتبط ويا هذا الـ IgA ويمنعه إنه يخترق الميوكوس membrane. فالـ IgA exist in serum as a monomer as well as a large polymers in low concentration. There are at least two subclass اللي هو عندنا IgA 1 و 2. Some bacteria مثلا النيسيريا can destroy IgA by producing the protease and can thus overcome antibody mediated resistance on mucous surface. فإذا قسم من البكتيريا ايش راح تسوي؟ تمتلك بأنه لها القدرة على إنتاج إنزيمات البروتيز اللي هي الإنزيمات اللي تحلل البروتينات، فتعمل بذلك على تحليل هذا الـ IgA. فمن يتحلل الـ IgA بالتالي ما راح تكون إلى القدرة على حماية الميوكس ممبرين، فبالتالي البكتيريا تكون إلها القدرة على إحداث الإصابة. النوع الآخر من الإميونوغلوبيولين هو الـ IgE. هذا الـ IgE يرتبط أكثر حالات الألرجي، حالات الحساسية هو الأنتيبادي اللي يصعد بيها. هذا يكون موجود بشكل المونومير، وقلنا إنه يكون مرتبط بحالات الحساسية خاصة في حالة التايب 1 of hypersensitivity، واللي إن شاء الله حنجي ناخذها بالمحاضرات القادمة.
أما بالنسبة للـ IGD فهذا النوع لغاية الآن وظيفته ما معروفة، لكن هو أخذناه بأنه يعمل كريسبتر بالنسبة للخلايا البي لينفوسايتس، وتكون كميته قليلة جدا بالسيرم. هسه طلاب، هذا الجدول يلخص لكم أهم البيولوجيكال أكتيفيتي للأنتيبادي، شنو دورها بوظائف الفعاليات البيولوجية المختلفة بالجسم. طلاب هسه مثل ما ذكرنا بأنه عندي 5 أنواع، كل واحد من هذول الأنواع راح تكون إلى صفة مميزة. فمثلا من أقول لكم الأنتيبادي اللي يكون موجود بالسكريشن، أي نوع من الأنتيبادي؟ كتبوا لي موجود بالسكريشن، بالسلايفة، بالتيرز، بالملك. نعم تمام، الاي جي اي. زين، من اقول لكم انتيبادي تكون الى القدره على العبور من خلال البلاسنتا الى الفيتاس، اي نوع؟ ممتاز، الاي جي جي. من اقول لكم انتيبادي تكون الى القدره على الكومبلمنت فيكسيشن، يكون الى دور باحداث او الكومبلمنت فيكسيشن اللي هو بالكلاسيكال باث واي، اي نوع؟ تكون الى، تمام، عندنا الاي جي جي، وبعد عندي نوع اخر اللي هو الاي جي ام. زين، من اقول لكم انه عندي نوع من الاميونوجلوبولين يزداد في حالات الحساسيه بالالرجي، اي نوع حيزداد عندي؟ ممتاز، حيكون عندي الاي جي اي هو اللي يصعد في حالات الحساسيه. إذا قلت لكم أنتيبادي يعمل كريسبتر على سطح البي لينفوسايتس، منو؟ ممتاز، هو، لا مو الإي، مو الإي، لا 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 مو الإي، الإي في حالات الحساسية، الآي جي دي والآي جي إم، هذول الاثنين هم اللي يعملون كريسبترات على سطح البي لينفوسايتس. عاشت إيدكم طلاب. زين، هسه نجي نشوف بأنه نروح على الفيجر ونشرح عليه. طلاب إذا تلقون أنه الفيجرات مو واضحة بالمحاضرة تقدرون ترجعون إلى الريفرنس، هي هذه يعني أغلب الفيجرات يعني ماخذتها من الكتاب. هنا هسه نجي على الريسبونس، الإميون ريسبونس، عندي برايمري إميون ريسبونس وسكندري إميون ريسبونس، احنا تطرقنا لها بالمحاضرات السابقة. قلنا انه الهيومن بادي اتعرض لاول مره للانتيجين، لانتيجين معين. هذا قلنا ايش راح يحفز الجسم؟ راح يحفز الجهاز المناعي انه يبدي ينتج انتيبادي. هذه الانتيبادي راح تحتاج وقت الى ان يتعرف الجسم على هذا الانتيجين ويبدي يصير اكتيفيشن للبي لينفوسايت، وبالاضافه الى ذلك راح تتكون عندنا ميموري سيل، فراح تحتاج الى فتره زمنيه حتى يبدي يصعد الانتيبادي وهنا من صارت عندي البرايمري اميون ريسبونس هي بدا التايتر يصعد، تايتر الانتيبادي بدا يصعد الى ان وصل الى القمه الى البيك، ومن ثم يبدي بالنزول لكن ما يوصل الى الصفر. ومن ثم اذا تعرض الجسم الى سكند اتاك تو ذا سيم انتيجين، نفس الانتيجين اتعرض الى الجسم بهذه الحاله مباشره، ايش راح يصير؟ راح يصير اليفيتد بالليفل اوف ذا انتيبادي. شوفون هنا التايتر شلون بدا صعد صعود حاد، صعدت الاستجابه المناعيه بواسطه الانتيبادي استجابه للتعرض الثاني لنفس الانتيجين، لكن إذا تعرضت، وهنا أيضا النزول مالتها راح يكون بطيء. فإذا هذا الدور، هذا الدور الصعود المفاجئ والصعود السريع والاستمرار لفترة زمنية يرجع لمن؟ يرجع إلى دور الميموري بي سيلز. لكن إذا تعرضت بنفس الوقت، إنه تعرضت to the same antigen وتعرضت إلى انتيجين ثاني، هذا الانتيجين الثاني راح يبدي التايتر مالته من الصفر، ومن ثم يصعد وكأنما يمثل لنا برايمري اميون ريسبونس لانتيجين مختلف. تمام طلاب، واضحة؟ هسه نجي على نشوف الوظائف الانتيبادي. طبعا احنا اخذناها ضمن المحاضرات انه عنده وظائف مختلفة،
من هذه الوظائف انه الى دور بانهانس فاجوسايتوسيس. الانتيبادي كان الى دور بعمليه تحفيز عمليه الفاجوسايتوسيس. شلون؟ تتذكرون بانه قلت بانه الانتيبادي الى دور بعمليه الاوبسونايزيشن اللي هو اقصد بها الكوتينج اورجانيزم which make them more readily ingested by phagocytes. In addition, an antibody-mediated immunity against bacteria is most effective when directed against microbial infection, in which virulence is related to polysaccharide capsule, مثال هنيوموكوكس الهيموفيلس النيسيريا. In such infection, an antibody complex with the capsular antigen and make the organism susceptible to ingestion by phagocytic cells and destruction within the cell. فإذا الانتيبادي يكون إلى دور بأنه يلتصق بهذه المايكرو أورجانيزم ومن ثم يساعد على عملية الفاجوسايتوسيس التهامها من قبل الفاجوسيتيك سيلز. بالإضافة إلى ذلك يكون للانتيبادي دور بالنيوترلايزيشن بالنسبة للفيروس. هذا الانتيبادي راح يكون موجه ضد الفيروس بروتين ويرتبط وياها، وبالتالي من ارتبط وياها راح يمنعها من الدخول الى داخل الخليه. وقلنا بانه هذه الفيروسات شلون تكون؟ هي تكون اوبليجيت انترا سيلولار باراسايت، يعني ما لها القدره انه تعيش خارج الخليه، فاذا ارتبط وياها الانتيبادي خارج الخليه ومنعها من الدخول بالتالي ما راح تستطيع ان تتضاعف ومن ثم راح نتخلص من عتم. الوظيفة الثالثة إنه neutralization of toxin. الانتيبادي كان neutralize toxin of microorganism. مثالها الدفثيريا توكسين، التيتانوس توكسين، البوتوليزم توكسين and inactivate their harmful effect. بالإضافة إلى ذلك ال complement mediated lysis ذكرنا بأنه الانتيبادي إلى دور مهم بعملية السيل لايسيس في حالة الكومبلمنت اكتيفيشن، ومثل ما ذكرنا بأنه بالتايب 1 اللي هو الكلاسيكال باثوي اوف كومبلمنت اكتيفيشن، واللي لازم اكو بي اميون كومبلكس جاي من ارتباط الفورين بودي مع الانتي بودي، يعني انتيجين ويا انتي بودي كون لنا اميون كومبلكس حفز الكلاسيكال باثوي اوف كومبلمنت اكتيفيشن، وهذا بالنهاية ايش راح يؤدي؟ يؤدي إلى تكوين المار اللي هو الممبرين اتاك كومبلكس، وهذا الممبرين اتاك كومبلكس هو اللي راح يؤدي إلى تحلل الخلايا. الوظيفة الخامسة إنه الانتيبادي ديبندنت سيل سايتوتوكسيسيتي. The attachment of antibody to viral protein on the virus infected cell can lead to the interaction of the antibody coated cells with the killer cell leading to lysis. تمام؟ زين. فبالتالي نتيجة هذه الوظائف المختلفة للأنتيبادي وخاصة وظيفته بحماية الجسم، استغلوا هذه البروبرتيز إنه يساعدون يستخدمون الأنتيبادي في توفير مناعة للجسم بطريقتين، طريقة تسمى بالأكتيف إميونيتي والطريقة الثانية تسمى بالباسيف إميونيتي. زين. هسه نجي نشوف شنو الفرق بين الاكتف والباسف. خلينا نتفق على شغلات. من الاسم اكتف فعال، معناها شنو؟ معناها اني راح اخلي الجهاز المناعي هو يشتغل حتى يكون لي اميونيتي. اكتف معناها الجهاز المناعي هو يشتغل اكتف ويكون لنا اميونيتي، لكن الباسف اللي هي سما بالعربي المناعه المنفعلة، مو فاعلة، منفعلة. هنا الجهاز المناعي راح يكون في حالة ريست، ما راح يكون إلى دور، وإنما أني أحضر الممنعات خارج الجسم وأبدي أنطيها إلى الهيومن بودي. تمام؟ هسه صار عندي أكتف وصار عندي باسف. زين؟ الأكتف قلنا بأنه أني أحرفس الجهاز المناعي إنه يكون لي إميونيتي. زين؟ مثل ايش؟ منه يقدر ينطيني يعني فد مثال توضيحي انه عندي active immunity؟ منه يقدر يقول انه فد شيء اسويه للجسم حتى اخلي الجهاز المناعي يشتغل وينطينا ممنعات، يبدي يتحفز وينشط ويكون لنا antibody؟ ها طلاب؟ اللقاح، ممتاز سكينة.
عندنا اللقاحات، إذا في حالة انطيت لقاح متكون من حاوي على مايكرو أورجانيزم، فبهذه الحالة أني دا أحفز الجهاز المناعي للجسم إنه يبدي يشتغل حتى يكون لنا إميونيتي. بهذه الحالة أني حضرت اللقاح لكن الجهاز المناعي اشتغل، فإذا هو فعلا أكتف، لكن هل هو ناتشرال أو أرتيفيشال؟ بهذه الحالة راح يكون أرتيفيشال، راح يكون artificial active immunity. ليش؟ لأنه أنا حضرت اللقاح وانطيته للجسم والجسم هو بدأ يشتغل جهاز المناعة. إذا ردت natural active immunity يكون من خلال الإصابة، إصابة الشخص بصورة طبيعية لأي مرض، لأي microorganism تعرضه. بهذه الحالة إيش راح يصير؟ إنه نتيجة إصابة الجسم جهاز المناعي راح يبدي يصير بي activation، وبالتالي يبدي ينتج الاميونو جلوبولين. فاذا الاكتف معناها صارت عندي ايضا ارتفيشال عن طريق اللقاح والناتشرال عن طريق الانفكشن. اما بالنسبه للباسف، قلنا بانه الباسف الجهاز المناعي راح يكون في حاله ريست، اني راح احضر ممنعات خارج الجسم وابدي انطيها الى الهيومن بدي حتى احفزه انه يشتغل. ايضا هنا عندنا الباسف immunity، فمثلا يفيد الاشخاص اللي عندهم يعانون من عوز المناعه او نقص المناعه، هنا جهازهم المناعي هو يكون تعبان ما عنده القدره انه يشتغل، فاني احضر لهم انتي بودي وابدي انطيهم، كما في حاله الاصابه الاشخاص المصابين بالايد او الاشخاص اللي يكون يتعرضون للاصابه. سامعين انتو داء الكلب اللي هو ناتج عن الاصابه بالريبيز فيروس اللي ينتقل عن طريق عضة الكلب، هذه عضة الكلب راح تنقل الفيروس اللي هو الريبيز فيروس، فأني حتى أحمي الجسم من الإصابة والتعرض لهذا الفيروس إيش راح أنطيه؟ راح أنطيه إميونوغلوبيولينات حضرتها خارج الجسم وأبدي أنطيهم. زين، هذا باسيف اللي هو شلون تكون؟ هذا كان من النوع الارتيفيشال الصناعي، لأنه أني حضرت أنتيبادي خارج الجسم وانطيتها. زين، منو يقدر ينطيني مثال باسيف لكن ناتشرال؟ باسيف وناتشرال. باسيف معناها الجهاز المناعي ما يشتغل، وناتشرالي اكوايرد يعني انه يحصل عليه الجسم بصوره طبيعيه. اوضح لكم او اقرب لكم الصوره، لها علاقه بالفيتس والمذر، الام والطفل. شنو تقدر تنطيه؟ عن طريق البريست ميلك الطلاب، البريست، تمام، حليب الرضاعه مروه. هنا البريست فيدنج الحليب ايش يحتوي؟ يحتوي على اميونوجلوبيولينات، واكثر انواع الاميونوجلوبيولينات اللي ذكرنا موجوده بالميلك هو حيكون من نوع الاي جي اي، هذه دا تنتقل، فاذا هنا هو اميونوجلوبيولين دا ينتقل الى البيبيز، فاذا هنا الجهاز المناعي ما حيشتغل، معناها هو باسيف، لكن هنا هي طريقة طبيعية تنتقل عن طريق المذر إلى البيبيز، فإذا هي يكون من النوع الناتشرال. هنا أنا سوينا comparison between active and passive immunity. Comparison between active and passive immunity. الأكتيف produced actively by host immune system. مثل ما ذكرنا إنه الجهاز المناعي هو اللي راح يكون هذا النوع من الإميونيتي. لكن الباسيف received passively, no active host participation. إذا هو راح ياخذه من الخارج وماكو مشاركة للجهاز المناعي. الactive induced by infection or by immunogen. إذا أما عن طريق الإصابة أو عن طريق اللقاح. هناك ready-made antibody transfer. إذا هناك هي عبارة عن antibody حضرناها خارج الجسم وانطيناها. الactive immunity is durable effective protection. الاكتف اميونيتي لانه الجهاز المناعي بدا يشتغل، فمعناها الفتره مالته راح تكون يوفر لنا حمايه لفتره طويله، لكن الباسيف راح تكون الافكتفنس مالته تكون ترانزيت، خلال فتره وجود الانتيبادي هو يكون فعال، وبعدين من يبدي الانتيبادي يقل ماكو يعني واحد راح يجددها، فبالتالي راح تكون الفتره ترانزيت. بالنسبة للأكتف إميونيتي، الإميونيتي إفكتيف أونلي أفتر لاج بيريود، يعني هنا المايكرو أورجانيزم من دخل إلى داخل الهيومن بودي راح يحتاج الجسم إلى فترة
لاج بيريد يعني فترة يتعرف على هذا الانتيجين اللي دخل، ومن ثم تبدي الاميونيتي بالظهور، في معناها يحتاج إلى فترة زمنية. أما بالنسبة للباسيف لا، أنا رأسا محضرة الانتي بودي وأجي أعطيه إياه مباشرة، فالاميونيتي راح تكون immediate. بالنسبة للاكتيف الاميونولوجيكال ميموري بريزنس، أكيد طبعا بما أنه الجهاز المناعي هو اللي دا يشتغل، فمعناها بالإضافة إلى أنه البي سيل صار بها اكتيفيشن راح تكون لنا ميموري سيل. لكن بالباسيف أنا مطية بس انتي بودي، فبالتالي ما راح يكون عندنا ميموري سيل. بالنسبة للاكتيف اميونيتي، بما أنه الجهاز المناعي هو اللي دا يشتغل، فمعناها إذا سوينا بوستر يعني تعزيز، فإذا أهمية يعني هو نفس اللقاح أنطيته بجرعة ثانية، بهذه الحالة وكأنما راح يصير عندنا second exposure to the same antigen، فمثل ما ذكرنا قبل شوية ايش حيصير عندنا بال secondary immune response. لكن هنا الـ passive immunity ما راح يكون إلها، ما راح تكون effective. الـ active immunity يكون non applicable in the immunodeficiency، يعني الأشخاص اللي عندهم immunodeficiency يعانون من نقص المناعة، أنا ما أقدر أنطي لقاح أنطي مايكرو أورجانيزم، لأنه هو أساسا جهاز المناعي غير فعال، فبالتالي وأني وكأنه ماذا أقضي عليه. لكن الأبليكابل وين يكون؟ يكون في حالة الباسيف إميونيتي، أنه بالأشخاص اللي عندهم إميونو ديفيشنسي أقدر أنطيهم أو أقوي مناعتهم من خلال إعطائهم الريدي ميد أنتيبادي، واللي هي تقع ضمن الباسيف إميونيتي. ذكرنا قبل شوية طلاب، نروح على الصورة مباشرة، قبل شوية بأنه عندي نوع من أنواع الأنتيبادي اللي تكون موجهة ضد أنتيجين واحد فقط، أو إلها القدرة على الارتباط مع أنتيجينيك ديترمينانت أو أنتيجين إبيتوبز واحد فقط. هذه شو أسميها؟ أسميها بالمونوكلونال أنتيبادي. طبعا استخدموا المونوكلونال، اكيد انتم سامعين بالمونوكلونال انتيبادي، وخاصه انه هي حاليا علاجات هذه المونوكلونال تسمى بالعلاج البيولوجي، اذا سامعين بالامراض اللي هي امراض المناعه الذاتيه مثلا الروماتويد ارثرايتس الروماتيزم، هذه كليتها ينطون بها علاج بيولوجي. فاذا شنو هو العلاج البيولوجي؟ العلاج البيولوجي هو عباره عن مونوكلونال انتيبادي. زين، هذه المونوكلونال انتيبادي منين اجت فكرتها؟ الانتيبادي قلنا بانه الى وظيفه بروتكتيف افكت، الى دور جسم. زين، من الخلايا المسؤوله عن انتاج الانتيبادي؟ هي البي سيل. البي سيل عاده وين تكون موجوده؟ تكون موجوده بالسبلين، هما استلوا. شوفوا الصوره، عندنا فاره، هذه الفاره انطوها انتيجين معين، المفروض الجهاز المناعي بالفاره بدا يتعرف على هذا الانتيجين، وبدا ورا فتره يبدي يكون بي سيل. هذه البي سيل موجوده بالسبلين، ايش سووا هما؟ اخذوا السبلين مع هذه الفاره اللي انطوها الانتيجين المعين، اخذوا السبلين بعدين اخذوا الخلايا اللي هي المفروض بي، قلنا مثل ما ذكرنا بي لينفوسايتس. هذه البي لينفوسايت لها القدره انه تنتج الانتيبادي. سامعين انتم بالمايلوما سيل؟ المايلوما سيل هي عباره عن خلايا سرطانيه، فاهم صفه تتميز بها الخلايا السرطانيه؟ من يقدر يقول لي الصفه اللي تتميز بها الخليه السرطانيه؟ ممتاز فاطمه، الخلية السرطانية تتميز بأنه إلها القدرة على الانقسام المستمر، فإذا هم استفادوا من هذه الخاصية أنه هي تكون مورتل خالدة، تنقسم بصورة مستمرة وتضاعف بصورة مستمرة ما محدودة. زين، فهم سووا أخذوا الخلايا البي لينفوسايت اللي إلها القدرة على إنتاج الانتيبادي، دمجوها مع المايلوما سيل اللي هي مثل ما ذكرنا هي عبارة عن كانسر سيل اللي تتميز بأنه إلها القدرة على الانقسام والتضاعف، ضافوا لها مواد معينة ساعدت على أنه شو تكون عندي؟ تكون عندي فيوجن، اندماج للخلية البي سيل والمايلوما سيل، فتكونت عندي دوما سيل، تكونت عندي هبريدوما سيل اللي هي هبريدوما معناها أنه جاية من اندماج نوعين من الخلايا. فإذا هذه الخلايا الهبريدوما ايش راح تكون؟
راح تكون انه الها القدره على التضاعف بصوره مستمره، بالاضافه الى انتاج الانتيبودي بتراكيز عاليه. فبالتالي ايش راح ينتج لنا؟ راح اقدر هذه الحاله راح ازود انتاج كميه الانتيبودي اللي انا اريد استفاد من عتها مستقبلا، سواء كانت بالعلاج او سواء كانت في تشخيص امراض معينه. زين، هذه الخلايا الهبريدوما اذا اخذوا خليه واحده فقط مثل ما تشوفون هنا بالرسم، خليه واحده فقط وخلوها في في هذا البليتس اللي هو مايكروتايتر بليتس، كل واحده من هذه الخلايا راح تتضاعف وتكون نسل. هذا النسل هو تابع لنفس الخليه الام، فبالتالي الى القدره على انتاج نوع انواع من الانتيبادي. فهذا ايش اسميه؟ اسميه بالمونو كلونال انتيبادي، يعني انتيبادي جاي من خليه احاديه النسيله. فاذا المونو كلونال انتيبادي هو انتيبادي رياكت وذ سنجل تايبز اوف انتيجين. ليش؟ لان هو اصلا جاي من خليه واحده، فكل الانتيبادي اللي راح ينتجه راح يكون من نفس النوع، فإلى القدره على الرياكشن وذ سنجل تايبز اوف انتيجين. هسه وضحت الصوره لو اعيد طلاب؟ وضحت طريقه انتاج المونوكلونال انتيبادي؟ تمام. زين، هسه لاحظوا بانه هذا الانتيبادي لما ينطوه انه يستفادوا من عنده، قلنا انه في غرض لغرض علاج. لاحظوا بانه من ينطوه الى الهيومن تكونت عندنا حالات الرجي، حساسيه، سنسيتايزيشن يصير الانتيبادي. الجسم الهيومن بادي ده يعتبره انه هذا هو فورين بادي، ده يعتبره جسم غريب. هذا هسه اذا تشوفون عندي هذا النوع هو مونوكلونال انتيبادي اللي هو جاي من الفاره، فش اسميه؟ اسميه ميورين. ميورين مونوكلونال انتيبادي، يعني هو يكون جاي مصدره الفأرة فقط، وقلنا إنه صارت عندي بيه حساسية. زين، بالتالي حاولوا يطورون إنه قالوا خلي نشوف إنه موقع الارتباط والمسؤول عن الفاعلية البيولوجية هو الأفسي بارت، هو الأفسي بارت، وموقع ارتباط الأنتيجين هو مثل ما ذكرنا هو الفاب. فسووا قالوا خلي نستخدم تقنيات البيوتكنولوجي وغيره إنه نسوي دمج بين الأفسي والفاب. أخذوا الجزء اللي هو الأفسي أخذوه من الهيومن، وهذا الجزء أخذوه من الميورين، أخذوه من الفارة. فإذا أنتج لنا نوع من الأنتيبادي المونوكلونال أنتيبادي يسمى بالكايمريك، اللي هو 65% من عنده هو عبارة عن هيومن، جاي مصدره من الهيومن. لاحظوا بأنه استمرت عندنا أيضا حالات حساسية تنتج. أيضا استمرت الدراسات استخدام تقنيات بايوتكنولوجي واستخدموا البكتيريا الإشيريشيا كولاي. إيش أخذوا؟ أخذوا جزء فقط من الفاب، يعني مو كليته، مو كل هذه المنطقة الهيفي واللايت تشين، أخذوا فقط هذا الجزء اللي يرتبط بالأنتيجين من الفارة، وباقي الأجزاء هي من الهيومن. زين، هذا سموه بالهيومينايزد. هذا الهيومينايزد اللي هو حوالي 90%، أكثر من 90% هو مصدره الهيومن. ومن ثم استمرت الدراسات إلى أنه أنتجوا فولي هيومن 100% هيومن مونوكلونال أنتيبادي. تمام؟ فإذا هسه الميوراين هو جاي مصدره من الفأرة، والكايمريك هو حوالي 65% من الهيومن والباقي من الماوس، وعندنا الهيومنايزد هو 90% هيومن، وعندنا الفول هيومن اللي هو 100% يكون مصدره الهيومن. زين، هنا المونوكلونال انتيبادي مثل ما ذكرنا قبل شويه يتميز بفد صفه معينه اللي هي انه الى القدره انه يرتبط مع انتيجين محدد. فبالتالي انه هذا الانتيبادي بمن استفادوا من عنده؟ استفادوا من عنده يعالجون حالات السرطان، لانه مثل ما تعرفون بانه السرطانات من انطي علاج معين، هذا العلاج ينتشر بالجسم، هو لازم يكون سايتوتوكسيك. العلاج اللي انطيه لازم يكون سايتوتوكسيك، فاني ما اريد العلاج ياثر على كل الخلايا، اريده يكون موجه للخليه المعينه ويقضي لي عليها. فش استخدموا؟ استخدموا المونوكلونال انتيبادي
هذا المونوكلونال انتيبادي ربطوه بهذا العلاج اللي هو سايتوتوكسيك وينطوه من خلال الجسم، فبالتالي راح يروح الانتيبادي مباشرة يدور على الانتيجين مالته اللي هو من هو الموجود على الخلايا السرطانية، يرتبط بيها ومن ثم يبدي شغل الدراجز اللي ربطوه ويا هذا الانتيبادي من أجل علاج هذا النوع من الكانسر سيلز. بالإضافة إلى ذلك عندنا نوع من الانتيبادي اللي هو يسمى بالبوليكلونال انتيبادي، ومثل ما ذكرنا البوليكلونال انتيبادي هو شلون يكون يعني انه هو منتج من قبل different clone of plasma B cell. different clone of plasma B cell يعني مو خلية B cell واحدة، لا خلايا B cell مختلفة. فبالتالي هذا البوليكلونال انتيبادي ايش راح يكون؟ bind to different epitopes different epitopes in the same antigen. زين. تمام طلاب، لهنا تكون محاضرتنا خلصت. إذا أحد عنده سؤال أو أحد يحب أعيد له شيء معين كتبوا لي ماما. سلايد 18 هسه بس الطلاب دا أشوف الشاحنة مدى تشتغل، ما أعرف إيش بيها مال اللابتوب. تمام خلينا نشوف سلايد 18. سلايد 18 تمام. هنا السلايد 18 هو ده البرايمري والسكندري اميون ريسبونس. مثل ما ذكرنا بانه عندي انه الفيرست اكسبوجر لانتيجين معين، هذا راح يحفز لنا الجهاز المناعي انه تبدي البي سيل تتعرف على هذا الانتيجين وتبدي يعني بالتدريج تبدي تنتج الانتيبادي. فاذا تشوفون هذا الخط الاحمر، هذا الخط الاحمر بدا يصعد بالتدريج ووصل الى القمه ومن ثم يبدي المستوى بالانخفاض. فاذا هذا صعوده وانخفاضه هو للانتيجين الاول، زين، لكن ما وصل للصفر، يبقى التايتر مالته في مستوى معين لكن هو بدأ بالانخفاض. في حالة انه تعرض الجسم الى second exposure to the same antigen، يعني نفس الانتيجين دخل مرة ثانية الى داخل الهيومن بودي. طبعا انا بالاضافة الى انه هذه البرايمري ريسبونس شو تكون عندي بالفيرست اكسبوجر، تكونت عندي الميموري سيل. هذه الميموري سيل مباشرة في حالة السكند اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين ايش راح يصير؟ راح تجي تتعرف على هذا الانتيجين، فمباشرة راح تبدي البلازما سيل تنتج الانتيبادي، يعني ما راح تاخذ وقت الى ان تتعرف عليها. فبالتالي شلون حيكون التايتر اوف انتيبادي؟ راح تكون السكندري اميون ريسبونس عالية جدا وسريعة جدا، ومن ثم ايضا تستمر لفترة طويلة بمستوى عالي. فإذا هذا هو الفرق بين البرايمري ريسبونس والسكندري ريسبونس تو ذا سيم انتيجين. لكن إذا شفت هنا هذه الخط المتقطع الأخضر، هنا هو تعرض الجسم إلى السكند انتيجين، يعني other types of antigen يختلف عن الانتيجين الأول. فبهذه الحالة هو راح يمثل لنا أنه هو برايمري ريسبونس لانتيجين مختلف. بالنسبة لرابط الحضور، أنا أخذت الحضور مالتكم من البرنامج، فماكو رابط حضور. بعض الطلاب أكو سؤال؟ تمام خلينا نشوف السلايدات الأولى اللي هي تتعلق بالبي سيل. نجي تذكرون احنا ذكرنا بانه عندي البي سيل لازم يصير بها اكتيفيشن وتتحول الى بلازما سيل حتى تبدي تنتج الانتيبادي. زين هنا دخل عندي الانتيجين، هذا الانتيجين بالحاله الطبيعيه اللي ذكرناها سابقا بانه تيجي تاخذه الانتيجين بريزنتنج سيل وتسوي له بروسيسنج وتربطه ويا الكلاس 2 اوف ام اتش سي موليكيول وتبدي تتعرف عليه السي دي 4 تي هيلبرت سيل، ومن ثم يصير الاكتيفيشن للبي سيل
ومن يصير activation راح تنطيني الميموري سيل وتعطيني البلازما سيل اللي تبدي بإنتاج الأنتيبادي. هذا الطريق الاعتيادي. في بعض الحالات البي سيل تتعرف مباشرة على الأنتيجين، وهذا اللي نسميه بالتي اندبندنت، يعني بدون الاعتماد على التي سيل، ما نحتاج التي سيل، فهذا يسميه بالتي اندبندنت، غير معتمد على التي سيل. تجي الانتيجين يتعرف على البي سيل، ومن ثم تاخذها البي سيل وتسوي لها بروسيسنج وتربطها بالكلاس 2 اوف ام اتش سي مولكيول، ومن ثم راح تتحول الى بلازما سيل وتبدي تنتج الانتيبادي. لكن هذا النوع من الاكتيفيشن للبي سيل راح يتميز بانه ما ينتج بي ميموري سيل، بالاضافه الى ذلك التايبز اوف انتيبادي اللي راح ينتج راح يكون قليل جدا. زين، هنا عندنا البي سيل مثل ما ذكرنا بانه عندها تو تايبز اوف ريسبتور موجود على سطحها، اللي هو الاي جي ام والاي جي دي. طبعا اكو انواع اخرى من الريسبتورات، هذه الريسبتورات هي اللي راح تتعرف على هذه الانتيجينات. طبعا حسب نوع الانتيجين، الانتيجين راح يختار الريسبتور اللي يكون سبيسيفيك له ويرتبط به. فمن ارتبط الانتيجين مع الانتيبادي راح يسبب اكتيفيشن للبي لينفوسايت، ومن ثم هذا الاكتيفيشن للبي لينفوسايت راح يؤدي الى انه تتضاعف او تتحول الى بلازما سيل. من هي اللي راح تتحول الى البلازما سيل؟ فقط الخلايا اللي تعرفت على هذا النسيله، اقصد به انه خلايا البي لينفوسايت اللي تعرفت فقط على الانتيجين هي اللي يصير بها activation، ومن ثم proliferation، ومن ثم differentiated into plasma cell to produce the antibody. طبعا بالإضافة أكيد إلى إنتاج الميموري cells. وطبعا هذا كله هو نفس الخطوات بتأثير السيتوكاينز اللي راح إن شاء الله نجي ناخذها بمحاضرة منفصلة. هذا مختصر السلايدات الأولى. إذا عندك سؤال معين يا فاطمة. مدى افتهم سؤالك يا مصطفى، شلون يصير نطي الجسم خلايا سرطانية ما يتأثر الجسم بها؟ أنا ما أنطي خلايا سرطانية للجسم، ما أنطي خلايا سرطانية ماما للجسم. الظاهر أنت فاهم الموضوع غلط بابا. يعني أنت هنا دا تحكي على المونوكلونال أنتيبادي، هنا أنا استخدمت الخلايا السرطانية أولا بالتيست تيوب، أقصد بها خارج، يعني خارج الهيومن بادي، خارج الجسم. اخذنا مايلوما سيل من الجسم الهيومن ودمجتها ويا بي سيل ماخوذه من الفاره، فانتجت عندنا الهبريدوما سيل. هذه الهبريدوما سيل مثل ما ذكرنا جايه من الفيوجن اوف بي سيل وذ مايلوما سيل، فبالتالي هاي الهبريدوما راح تكون لها القدره على التضاعف وانتاج خلايا سرطانيه، العفو، انتاج انتيبادي. فبالتالي هذه البي سيل كل وحده من عندها قلنا مثل ما ذكرنا راح اخليها في حفره من هذه الحفر المايكروتايتر بليت اللي راح تبدي تنتج لنا الانتيبادي. هذا الانتيبادي اللي انتج من هذه الخلايا هو اللي راح استخدمه بعلاج الامراض السرطانيه من خلال ربطه بعلاج الى القدره انه يكون سايتوتوكسيك، يكون الى القدره على قتل الخليه السرطانيه. فاني مدى اعرف فاهم الموضوع او شلون، شنو سؤالك بالضبط؟ هسه وضحت الصوره لو اكو فد شي. المفروض يا طلاب اسئله الميد ان شاء الله اللي يمتحن بالامتحان ام سي كيو ان شاء الله، بس حاولوا كليتكم تمتحنون من الدور الأول لأنه امتحان المؤجلين حيكون أصعب، وأنا قلت لكم إياها وحذرتكم امتحان المؤجلين حيكون أصعب، فأنتوا حاولوا كليتكم تمتحنون لا تأجلون. الامتحان إن شاء الله حيكون MCQ فقط. طلاب أي واحد عنده أي استفسار إذا مو هسه يجيني بالغرفة، أنا موجودة إن شاء الله باكر، أنا موجودة اثنين ما اعتقد ثلاثة عطلة ان شاء الله سهلة ان شاء الله.